بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت شغال؟ الصوت تمام، صوت واضح، كله تمام، شغال، الحمد لله. صوت واضح، كل سمعنا، الحمد لله، ممكن نبدأ إن شاء الله. عفوا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدي خلق المرسلين. كيف حالكم؟ وكيف حالكم؟ أتمنى أن تكون في أحسن الظروف وفي أحسن الأحوال، ونتمنى التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين أجمعين. مرة أخرى توجه الشكر للدعم الفني للتسجيل للإطار التقني ولجنود الخفاء، كمجموعة من جنود الخفاء الذين يسهرون على راحتكم ويسهرون على هذا العمل الرائع، الحمد لله والشكر لله. وامتحانات دور الطلاب للتوفيق إن شاء الله. وأيضا نشكر المشاركون عفوا ونشكر المشاركين في صفحة الفيسبوك على تفاعلهم وطاقم المسؤولين في هذه الصفحة الخاص بتعليم اللغة الإسبانية إن شاء الله. شكرا للجميع، وإياكم إخوة وأخوات. أوكي، قبل بداية الدرس اليوم نذكر بالدرس الماضي، إن شاء الله سوف نذكر بالدرس عن طريق إلقاء أسئلة. ونتمنى من الجميع يعني المشاركة في صفحة الفيسبوك، لأن هناك يعني شغالة يعني كما يقال بالمصرية يعني 24/24، يعني ادخلوا وشاركونا على صفحة الفيسبوك، هناك أسئلة، هناك حوارات، هناك يعني 24/24. إذا كنتم تريدون طرح سؤال أو اقتراح أو كل ما تحبون. ثاني محاضرة إن شاء الله سوف نذكر المحاضرة السابقة إن شاء الله عن طريق أسئلة. إذا كنا ما نريد أن نقول باللغة الإنسان الحواس، ماذا سوف نكتب؟ ماذا سوف نكتب؟ برافو برافو برافو. لوس سنتيروس من الحواس، سنتيروس بالإي، سنتيروس. ليس هناك أي مشكل بالنسبة للإخوان الذين يدخلون لأول مرة، ليس هناك أي مشكل. مرادف الأبجدية، ما هو مرادف لوس؟ هي جمع، هي الجمع، لوس جمع، لوس سنتيدوس الحواس، ال سنتيدو حاسة، لوس جمع ال، الفابيتو نعم تكتب كما كتب محمود، الفابيتو ابي ابي أبيسيداريو، أبي أبيسيداريو، ليس أبي لكن أبي،
تذكير بالنسبة للدروس، بالنسبة للمستوى الأول سوف يكون هناك يعني جزئان أو سلسلة، الأولى والسلسلة الثانية. إذا نهاية أي سلسلة سوف نعمل امتحان إن شاء الله ليستفيد الجميع. سنقسم المستوى الأول على سلسلتان إن شاء الله. مرحبا بالإخوان يعني الحاضرين لأول مرة، مرحبا. الألفابيت درس لم يبتدئ. العفو أستاذ حسام، دعوك. طيب الألفابيت تشاهدون عبر أم تشاهدون الصورة؟ نعم توفيق، ريفيجن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الألفابيت هي الموجودة على الصورة، هناك حروف زائدة في اللغة الإسبانية، هذا تذكير لا غير. ولاحظنا وشاهدنا أيضا أيام الأسبوع، شاهدنا أيضا أيام الأسبوع los días de la semana، أيام الأسبوع de las noches. أيام ما معنى de las noches؟ ما معنى؟ كلمة جديدة يجب معرفتها بإسبانيا. نعم قد كتبت على التكس. مساء الخير. نعم مساء الخير. رامية اوبي اوبي دوبلي الي اي. بالنسبة للدرس الأول فهو مسجل على اليوتيوب، يمكنها أيضا أن نقول تصبح على خير كما قال استاس تريستي، لماذا أنت تريستي؟ يجب تغيير الاسم. أنت تريستي ومشارك في الدرس. ما معنى النيكنيم بتاع استوي تريستي؟ ما معناه؟ اكتب لمشاهدتك لكي يشاهدونك، اكتب على التكس. لا ليس كذلك، أنا حزين مريم. نعم استوي تريستي، أنا حزين. ولماذا أنت حزين؟ يجب عليك أن تحزن. ارفع الصورة الفوق، ما هذا؟ ليس هناك أي مشكل، هناك الرابط، هناك الرابط على اليوتيوب إن شاء الله. درس اليوم إن شاء الله بحول الله، درس اليوم سوف نتعرف على فصول. إحنا هنبدأ إن شاء الله الآن فصول السنة. من يعرف مرادف فصول السنة في اللغة الإسبانية؟ أنت حتفهم، أنت حتفهم يا حسام. الدرس يبدأ الآن، حتفهم إن شاء الله. إذا لم تفهم قل لي وسوف نأتي، لن أأتي معك. لاس ما معنى مرادف؟ ليس ما هي مرادف. ما معنى مرادف؟ كتبت مرة واحدة في التكس، أتمنى أن تكتب مرات عديدة. مرادف، نعم مرادف سينونيم. من يكتب مرادف؟
ليس المرادف، ولكن المرادف فصول السنة، مرادف فصول السنة. لاس لاس ليس لاس، ولكن لاس، ولكن لاس لاس استاسيونيس. كم اكمل 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 اوريخا مهي اوريخا؟ فهمت السؤال؟ اوريخا هي اذن. لاس استاسيونيس ديل انيو. برافو برافو ياسين. لاس استاسيونيس ديل انيو. لاس استاسيونيس ديل انيو. تشاهدون الآن على السطورة. إن شاء الله بإذن الله حاولوا مساعدة الدعم، وحاولوا مساعدة يعني طريقة إجراء الدرس إن شاء الله لكي يتمكن الجميع من فهم الدرس. جزاكم الله ألف خير. حاولوا كتابة كل ما يتعلق بالدرس، كل ما هو خارج إن شاء الله احذفوا. جزاكم الله ألف خير. الآن على السبورة مكتوب las estaciones del año، ونطقها على الشكل الآتي، هي تعني فصول السنة، تعني فصول السنة. las estaciones del año. وبركاته. هل فهمتم ما قلت؟ تاني las one more time. اوكي las estaciones del año، فصول السنة. درس اليوم ابتدأناه بفصول، وفصول السنة مرادفها باللغة الإسبانية هو las estaciones del año، وتعني محطات السنة أو فصول السنة. استاثنين يعني محطة أيضا، كما كتب على التكست يعني محطة. استاثيون ديل ترين، استاثيون تاثيون ديل أوتوبوس، محطة قطار أو محطة تقال باللغة الإسبانية أو توبوس، عندنا بالعربية نقول بالدارجة نقول أوتوبوس. أوتوبوس ليس أوتوبوس، لكن نقول ترين، ترين القطار الحافلة، أوتوبوس حافلة إن شاء الله. نرجع إلى الناس estaciones del año، عفوا محطات السنة. إذن على الصفحة الثانية نشاهد أول فصل. أنا لم أعطس، أنا لم أعطس رحمة الله. بريمافيرا أول شهر، نعم سبون، نعم الربيع، فصل الربيع. La primavera، la primavera، la primavera، la primavera، la primavera، الربيع، فصل الربيع. La primavera، la primavera، الربيع. اسمحوا لي اكتب بالماجيسكيل. la primavera هو فصل الربيع. el otoño، نعم 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 عبد الرحمن، نعم تنطق باللغة الإسبانية
نعم توفيق، نعم توفيق. أوتونيو فصل الخريف، أوتونيو فصل الخريف، فصل الخريف. مؤنث، لا لقد كتبتها. ركزوا جزاكم الله ألف خير، ركزوا جزاكم الله ألف خير، تكتبون بلا تركيز. إذا سمعتموني سوف تفهموا. لا بري مادير، هذا درس آخر سوف أستاذ محمد، هذا هو التعريف. لا بري مادير بن مؤنث ال أوتونيو، ال أوتونيو، ال أوتونيو. نكتب ان شاء الله، ليس هناك مشكلة. لا primavera en otoño، en otoño. فصل نعم الدكتور محمود، مرحبا. وفصل الخريف ال بيرانو الصيف، ال انبيرنو فصل الشتاء، فصل الشتاء. لا primavera كيزو جزاكم الله ألف خير، سوف أعيد إن شاء الله. لا primavera فصل الربيع، مؤنث ال أوتونيو الخريف، ذكر ال بيرانو فصل الصيف، ذكر ال فصل الشتاء أيضا مذكر. las estaciones del año، la primavera، el otoño، el verano، el invierno. هل هناك سؤال لأمر إلى مادة أخرى؟ كل تمام، كل على ما يرام، تمام. تاني لو سمعت، نعم سوف أعيد إن شاء الله. صعب النطق، النطق سهل وسهل وسهل جدا، سهل وسهل وسهل جدا في اللغة الإسبانية. نعم الآن سوف أعطيكم يعني لمساعدتكم على النطق، أنه موضوع مهم. هناك برنامج، أو ليس برنامج أنا لوجيسيال أو بروجرام، ولكن برنامج سهل جدا لتعلم النطق. كيف سوف تقولون لي كيف؟ مثلا أحد عنده مشكل في النطق الحرف أو، مثلا وإياك راحي أو، هناك مشكل في الأو. مي دي سو تو مي، سهل نكررها 10 مرات. مي بو بو، نتدرب على الحرف او. بو بو فو تو بو، مثلا حرف اي نفس الطريقة، لي في لي،
اختبار مضحك، ولكن واختبار مضحك، ولكن في الأخير سوف نخرج. أعدكم بأنكم سوف تخرجون بنتيجة. ل ب ف ت ن. نرجع الآن إلى هذا اختبار بسيط وبسيط جدا ليمكنكم من نطق الكلمات في أحسن أحوال. وإياكم وإياكم. نعم سوف أعود مرة أخرى إن شاء الله. Las estaciones del año. Primavera, el otoño, el verano, el invierno. Las estaciones del año, la primavera, el otoño, el verano, el invierno. مادة أخرى إن شاء الله. لاحظتم الآن استاسيونيس. ماذا تعني هذه الصورة باللغة العربية؟ ماذا تعني هذه الصورة باللغة العربية؟ شهور السنة، شهور السنة، شهور السنة، شهور السنة. Los meses del año. Los meses del año. وإذا كان في حد مش فاهم بيكسب ستة على طول. بحد مش فاهم بيكسب ستة على طول. جزاكم الله ألف خير. غرضنا وهدفنا هو أن يفهم الجميع. Los meses del año مش فاهم. Los meses هم año سنة. año معناها سنة. mes نقول el mes. ركزوا معي سوف أشرح الآن. سوف أشرح الآن سوف أشرح الله. el mes الفصل. el mes جمعها los meses شهور. الشهور بتاع ايه؟ بين وبتاع السنة الأنيو. جمع مذكر. لوس هو جمع مذكر. انت بتضحك. انت تكلم مصري. اشتي انا اتكلم مصري الان. بعد قليل هناك مثلا في الغرفة مصريين وهناك من اقطار اخرى. نرجو كتابة الدول إن شاء الله. هناك جزائر مرحبا مصر تونس مصر مصر المغرب عمان الحمد لله الله أكبر مصر من مصر ولا إيجيبت. واحد يكتب مصر واحد يكتب إيجيبت الدويخون سلطنة عمان الجزائر والإيجيبت مش مصر. هناك من مصر وهناك من ايجيبت. نعم اهل الايجيبتيين مصر واهل المصريين كمان. عمان الجزائر والسعوديه الحمد لله والشكر لله. وتونس والمغرب الحمد لله والشكر. انني اتكلم مع اخواني من اغلب اقطار يعني الدول العربيه. جد مصر جد مصر. اوكي نكمل ان شاء الله. قلنا los meses شهور.
قلنا most meses شهور نرجع إلى الدرج جزاكم الله ألف خير most meses هدفنا هو كل مثال كل مثال most meses شهور الشهور فصل ليس فصل ولكن شهر mes ال ميس استسمح ملاحظات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدعوكم مستمعين أنا قمت من أستأذن للحظات والبعض يعني الإخوان يكتبون ليس هناك صوت أظن بأن العربية غير مفهومة هتكلم بلغة أخرى إن شاء الله سواء حضرتك أوكي قلنا ميسيس ستة نعم لوس ميسيس ركزوا معي جزاكم الله ألف خير لوس ميسيس شهور يكتبون ستة وأنا أشرح ركزوا مع جزيكم الله الفخير los meses شهور los meses شهور el mes شهر مرحبا أهلي مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته el mes أحمد المس وهو الشهر los meses شهور جمع año هو العام إذن على الصورة عندنا شهور السنة شهور السنة صوت واضح الصوت واضح نعم شهور السنة الآن الصوت واضح الآن نعم أيوة كمال جمال الحمد لله 100% الحمد لله إذن سوف أعيد لمرة أخرى الحمد لله شكرا los meses del año ومعناها باللغة الإسبانية نعم رحاب نعم رحاب نعم رحاب زائد أنت تعطينا دل تعطينا دل los meses del año شهور السنة نعم ركزوا معي جزاكم الله خير أنا بشرح أخصامي أنا بشرح قلت بأن لوس ميسيس لوس يعني جمع وقلت بأن آل ميس هو مفرد جمع آل هو لوس إذا ركزت معي سوف تعرف إن شاء الله سوف نعمل إن شاء الله أن هذا الدرس يوم جمعة أو يوم الأربعاء إن شاء الله سلام إذن mes del año enero enero تشاهدون الصورة واضحة الصورة واضحة الصورة واضحة نعم الحمد لله ليس هناك أي مشكل في هذا الدرس enero يناير febrero febrero فبراير بدعي أن أقول لكم أيام يعني الشهور يعرف الشهور enero يناير febrero marzo
abril, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ثاني اوكي محمد النادي وما فهمتش ايه بشويه تعلم شوف عايد انارة جزاكم الله الف خير الان انسيشو اجمو التركيز لاس ميسس ديل انيا انارو اسهل من السهل السيدة اسراء فبريرو مارسو ابريل للمساعدة على النطق يجب النطق يعني بفصل الكلمة مثلا اي مي رو سيلاب يعني أغلبيتكم تعرفون اللغة الإنجليزية سيلاب يجب أن نقسم الكلمة نعم رانيا اي مي رو اي مي رو تقطع تقسم انارو في بري رو في بري رو في بري رو مارسو ابريل إلا أبريل تري فاسيل مايو خوليو أغسطو هذه هي أصعب كلمة سب تيم بري ليس سب لا ليس تا 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 سبتيمبري سب ليس سبتيم ليس سبت ليس تاء تاء اللغة العربية لا ليس هناك أي دال في سبتيمبري سب ب نعم برافو سب يجب أن يخرج هواء من الفم هذا نطق بي برافو مريم سب استو تريستي لقد أعطيتنا رابط
في الفيسبوك. بالنسبة للفونيتيك، يجب وضع بي في اللغة الإسبانية. مشكور على الرابط ومعرفة يعني نطق بي. سيخرج بعض الهواء من الله. سب سبتمبر سبتمبر تيمبر سبتمبر سبتمبر اوك 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 محاضرة الاربعاء يوم الجمعة ان شاء الله. اوك اوك ايضا عند نطق في يجب ان يخرج الهواء. اوك 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 تو بري اكتوبر 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 الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة. شكرا. اكتوبر عفوا اكتوبر اكتوبر ديسمبر ديسمبر هي لا هي ثلاثة مئة كتاء كتاء ولكن ك كان اس بعض الاحيان كتاء كان اس ساتا. على سبيل المثال هناك خطا في الفيسبوك يعني نعم خصوصا على الفيسبوك هناك خطا بالنسبه للمكتوبه مكتوبة في السؤال على الشكل الآتي ولكن هي كتابته على الشكل الآتي فتا فتا. هناك سؤال على الفيسبوك فتا من يدخلنا إلى صفحته. بالنسبة للإخوة الذين يحبون يعني اللغة الإسبانية السلام ورحمة الله وبركاته. سبتمبر أكتوبر ديسمبر ديسمبر نوفمبر نوفمبر. نعم بالنسبة إن شاء الله رابط الفيسبوك ورابط الدروس إن شاء الله على اليوتيوب سوف أعطي لكم إن شاء الله بعد قليل. على اليوتيوب على الفيسبوك إن شاء الله. شكرا سلام. أسماء الشهور نعم سوف أعد لي مرة أخرى إن شاء الله. los meses del año شهور سنة febrero marzo enero febrero marzo abril julio agosto septiembre octubre diciembre noviembre. أظن بأنكم نعم تنطق كB جوزيف تكتب و وتنطق ب. جمالا شكرا على المشاركة جوزيف في الفيسبوك. بالنسبة للدبلومة إن شاء الله في نهاية الكورس المشاركين في على المشاهد يعني المشاركة في على الدرس والمشاركة في الفيسبوك و بصفة عامة لنتمكن من أخذ الدبلومة.
حضور يجب إن شاء الله، والمشاركة أيضا. وكل واضح ضلالة ضلالة ضلالة. الآن سوف نضيف بعض الكلمات المكتوبة على التكس. تكتب gracias، سي الله سبحانه وتعالى كيري، سي الله سبحانه وتعالى. ماذا يعني سي الله كيري؟ أربع سنوات. إن شاء الله، لا إن شاء الله، إذا أراد الله. سي الله سبحانه وتعالى كيري، كيري إذا أراد إن شاء الله. الآن نرجع إلى gracias. gracias تعني شكرا، تعني شكرا. gracias 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 gracias. لا تنطق gracias، gracias gracias gracias. وإذا قال لنا شخص gracias، ماذا سوف نقول له؟ ماذا سوف نجيبه باللغة الإسبانية؟ برافو مريم، جوزيف، رحاب، محمود، عثمان، رجلاء، برافو عليكم، برافو. سوف نجيب لماذا؟ لقد سمعت جواب آخر، قد سمعت جواب آخر. لا تكتبوا، لا تكتبوا، جزاكم الله ألف خير. لماذا نقول لماذا ونقر؟ لماذا تنطق لماذا؟ لماذا؟ نعم أحمد عبد العال، برافو. موتشو بوستو تكتب على الشكل الآتي. سوف نرجع بعد قليل لشرح هذه الكلمة، سوف نرجع لشرح هذه الكلمة. الآن لماذا نقول لماذا ونقول شيء آخر؟ لا موتشو بوستو حاجة أخرى، سوف نرجع لشرحها. الآن نكمل ماذا؟ لا نقول ما يشتميش، لا نقول عفوا، بلغة إسبانية نقول لماذا، نقول أيضا كلمة أخرى بدون استعمال جوجل. لا حاجة أخرى مريم، نعم بدري خلي ركزوا معي جزاكم الله ألف خير. أنا قلت بأن موتشو بوستو اتركوها لكي نشرحها بعد، وقلت يعطوني جواب. نقول لماذا ونقول موجود كذلك. إذا قال لنا الشخص gracias نقول له لماذا ونقول له لا. لماذا مثلا إذا قال لك شخص شكرا، الشكر على واجب لماذا أو العفو زي العفو. لا سوف نشرح حاجة أخرى لماذا، أو نقول شيء آخر من الذي جواب يجب الذي حاجة أخرى ليكتبها إن شاء الله. نقول نوعي ديكي، نوعي
de qué. No hay de qué. No hay de qué. Sobre oxidar la estructura. Saba. Ahora haga saba. نجمو مش مركزين تكتبو في نفس الوقت الآن سوف أكتب الآن سوف أكتب أنا لا أشاهد التكست الآن هناك جرافياس سوف أعلم التكست سوف أكتب علم التكست ركزوا واسمعوا شرحي جزاكم الله في خير الآن نقول الشكر يشكر شخص نعم اغلقوا الشات قدام جزاكم الله الف خير جزاكم الله الف خير اغلقوا الشات جزاكم الله الف خير نعم لان الامور مش ماشيه تمام نقول Gracias. هي شكرا. ماشي في تركيز يجب التركيز يجب الكتابة. لأن يجب علينا أن نخرج من الدرس بعد فاهمين. نقول gracias. ونقول muchas gracias. ركزوا معي. Gracias. ونقول muchas gracias ستقول لي ما معنى muchas gracias gracias هي شكرا muchas gracias هي درجة أكبر من شكرا وهناك درجة أخرى أكبر منها شكرا جزيلا نقول muchísimas gracias نقول للشكر نقول gracias إذا أردنا الشكر أن أكثر من gracias نقول muchas gracias وإذا أردنا شكر الشخص أو شكر جزيل نقول muchísimas gracias سوف أعيد مرة أخرى لكي لا تقولوا ما نفهم للشكر شخص ما نقول gracias شكرا عادية عادية شكرا عادية gracias ونقول أيضا muchas gracias و عندما نريد أن نقول شكرا جزيلا نقول muchísimas gracias شكر جزيل muchas يعني شكر جزيل muchas muchísimas عدد كثيرة muchas muchas هذا بالنسبة للشكر مفاعل أكس ونشاهد يعني هل هناك عمل فهمتم أم لا من لم يفهم يكتب ومن فهم لا يكتب فعل الطلب جزاكم الله عن فقه من لم يفهم يكتب إن شاء الله فهمتم كان سن جزاكم الله خير فعل التكس نعم سي فهم الحمد لله هناك فهم نعم إذن الآن قلنا في نقطها مو تي سيماس لماذا؟ الآن سوف نشرح الجواب على
هاتي الكلمات لا تكتب جزاك الجواب على هاتي الكلمات قلنا muchas gracias يجب عليها ب او muchas gracias او gracias انا بالان في الشرح نقول بماذا نقول بماذا نقول بماذا العفو او نقول نو اي دكيك وشكر على واجب كما هو معلوم ليش لا تنطق في اللغة الإسبانية لا نقول نهاي نهاي هاي 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 نطقها هاي نو نهاي دي كي دي كي الأو هنا لا تنطق نقول دي ماذا أو نقول أي دي كي أرجع إلى التكس نعم الآن هل هناك من سؤال هل هناك من سؤال سبح الله فردتك جزاك الله الفخير هل هناك من هذه المادة أظن بأن الكل يكتب في محمد ستة بخصوص اكتب ستة واكتب ماذا سوف وهو ماذا لم تفهم ايه هل هذه خاصة بالاثنين الأولين هل هذه أنا ما فهمش السؤال لم أفهم السؤال ولي الدين سطر أخير نعم بماذا تعني العفو معايدك تعني لا شكر لا شكر على واجب عندما يقول لك شخص تقول بماذا أو تقول معايدة كي بتقولوش اتنى على بعضهم انت حتى انت بتلاقي اسباني بتقولو بماذا معايدة كي سوف يقول الراجل ده بيذاكر كويس ده قول واحدة قول واحدة يا عم اوكي فهمتوا علي نعم الان مفهوم على عم كل مفهوم نرجع الان الى الدرس نعم بالنسبة للاخوان اذا كان ممكن اكتبه اكتبه يعني كل ما قلناه إن شاء الله حول كتابته باللغة الإسبانية كتابته باللغة الإسبانية مثلا نعم المذكر والمؤنث نقول نفس الشيء للمذكر والمؤنث نعم ممكن نقلاء ممكن طول لا أريد التعمق لا أريد التعمق الآن نأخذ الكلمات الآتية بعدها إن شاء الله أخرى لأن أنا تعاملت بهذه يعني الخاصية لأن هناك الآن معنا يعني
مجموعة من الإخوة. لهذا أردت أن أعمل قبل الكلمات. لماذا لماذا مالك مالك سي أوكي نعم لقد مر ساعة لقد مرت ساعة من المحاضرة نعمل بريك إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله أوكي استريح بعد قليل 5 دقائق قبل الاستراحة هل هناك أي سؤال؟ لأننا عند العودة سوف نناقش مادة ثانية هل هناك أي سؤال بخصوص ما فعلناه؟ بارك الله فيكم مدة محاضرة 4 سنوات 4 سنوات فصل المستوى الأول 4 سنوات والمستوى الثاني 4 سنوات إن شاء الله والمستوى الثالث 4 سنوات إن شاء الله وبعدين الدكتوراه والماجستير لما شاننتهي إن شاء الله وأنا سؤال واحد ما بحبوش هو كم المحاضرة أو كم هذا المستوى كم لا بتقولوا لي احنا مش عايزينك كم وأقول اوكي احنا بنضحك على الشيء بريك ان شاء الله 5 دقائق 5 دقائق ونرجع ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماذا فهمتم من الصورة؟ ماذا فهمتم من الصورة؟ برافو الألوان 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 los colores los colores los colores los colores الألوان los colores los colores الألوان إذا حاول الإجابة لأن الجواب سهل وسهل جدا من يسرع سوف لن نجيب من يسرع سوف لن نجيب السؤال الألوان los colores ما عربنا قول اللون ما يمرون نبوية الزيادة نعم ال كولور ال كولور ال كولور ال كولور ال كولور ال كولور los colores los colores الألوان كل الكل فاهم إذن سوف نتطرق لبعض الألوان يعني من الشائعة لا غير لأن الألوان نقول الألوان ما هي أستاذ تريدين أهل مفرد مذكر نص جمع مذكر سالم الألوان إذن الألوان الموجودة على الصورة يتمثل يعني كل لون يمثل يعني كلمة اللون الأول الأصفر طبعا
amarillo. Amarillo. ليس amarillo. ليس يو. تتنطق يو. دبل ال. Amarillo. 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 يجب الإنصاف. يجب الإنصاف. Amarillo. 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 ليس بو ليس بس يجب الإنساج بيش ليس لولي أوكي أماريجو 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 ليس دو ليس دو مع الوقت سوف نتعود على الإسبانية نعم الآن سؤال من بكم ينسج اللغة الإسبانية يسمع اللغة الإسبانية يسمعها على الراديو أو على الشاشة التلفاز وعلى مريم نعم واحد من 80 شخص واحد لي يسمع نعم شيماء عبد الرحمن سان جيمس مصارع إسبانيا أسمع ولا أفهم صح صح يجب أن تسمع لأن اللغة تتعلم بالسمع كلاس إي كانسيونيس رحاب أظن بأن الأخت رحاب متقدمة في اللغة الإسبانية لما أنا بالي كلاس ما أحب مشاهدة إسبانيا على التاكس إي كانسيونيس ماذا تعني ماذا تعني لا تجاوبي يا رحاب لا تجاوبي مسلسل ايش اغاني برافو مريم مريم هي الاخرى المتقدمه بيليكولاس افلام بيليكولاس افلام اقتراحك يا استوري تريستي استوري تريستي هذا هو وقاحك مجموعة من الكلمات الآن مجموعة من الكلمات لي كولاس أفلام كان ثيومس أغاني أنا أشرح فقط أشرح مما على التكس أقول الأغاني حرام أم حلال أنا لست داعية أوكي أنا أشرح اللغة الإسبانية لغة أن الأغاني حرام نعم الأفلام والأغاني إذن الأصفر أماريجو أستاذ إستوي تريسكا أشخاص يقولون الأغاني والحرام الأصفر أماريجو 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 يجب لغة يجب سماعها ممكن من كتابة كيف تنطق أماريجو أماريجو بيردي 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 نعم نعم يونس بيردي ليس فيردي برد والباء خفيفة وتقبلها للنطق لا غير برد 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 أخضر روخو 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 سوف أشرح نقطة هنا على السبورة أحسن نقول برد الآن سوف أشرح الأر سوف أشرح الأر ونقول رخو نطق الأر
هناك الـ R هنا لدينا مثالان. أنا أشرح تكس سوف أنساه. بردي هناك مثالان. مثال الأول R الأولى في وسط الكلمة يعني نطق عادي جدا كالفرنسية كالإنجليزية إلى آخره. نطق عادي ليس بصفة عامة. إنجليزية الـ R لديها نطق آخر. بردي 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 غير أن الـ R الثانية الموجودة في أول الكلمة لكلمة الرخ تنطق حركة ونصف. الـ R الأولى تنطق حركة حركة عادية بردي 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 بردي. الـ R الثانية في الرخ تنطق حركة ونصف. رخو 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 ليس رخو وليس رخو 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 رخو. سوف أعطي مثال آخر. قولوا بر وبر بر تعني لماذا يعني لماذا وبر ماذا يعني بر يعني من أي بر. نعم 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 يعني دب. نعم إذن النطق هنا بالنسبة لبر الار الأولى عادية لا الار للروخو حركة ونصف. بل قلنا حركة ونصف لأننا عندنا في الأبجدية الإسبانية دوبل ار. إذن دوبل ار ننطقها هناك حركة ونصف التي هي الار في بداية الكلمة. هل فهمتم ما قلت؟ لا ليس هناك تركيز. سوف أعيد سوف أعيد الآن بالتونسية من هناك تونسي في سوف أعيد بالتونسية ليس بالمصرية. هناك شرح بالمصري والتونسي وعلماني هاك داكر. سوف أشرح سوف أشرح أضحك لك. الآن نناقش حركة الار وفق أو نطق الار. الار كيف تنطق؟ على الصفحة الآن عندنا أمثلة. عندنا مثال للار في وسط الكلمة وعندنا مثال للار في أول الكلمة. إذن نطق الار في وسط الكلمة عادي جدا. بردي 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 نطق الار في وسط الكلمة عادي جدا. هل فهمتم ما قلت؟ نقطة نقطة لكي نفهم. إذا كانت الآر في وسط الكلمة ننطقها عادي وعادي جدا. إذن الآن الكل مفهوم. النطق الثاني هو عندما تكون الآر يكون حركة ونصف الرخو. لماذا؟ لأن هناك في اللغة الإسبانية دوبل ار. هناك في الالفابيت في الابجديه جوج ديال الارات ار مرتان. اذن ار مرتان كم حركه كم من حركه ار مرتان كم من حركه حركتان لا حركتان
حركتان غير مرتان نفسها. إذن ماذا تبقى لنا؟ ماذا تبقى لنا؟ عندنا حركة عادية وعندنا حركتان، ماذا تبقى لنا؟ على الإجابة عندنا حركة، حركة ونصف. إذن حركة ونصف هي حركة الار، الار عندما تكون في أول. هذا هو الصح. مفهوم الآن؟ بلالا فهمت، الحمد لله. إذن الآن ما تبقى هو صح الكلمات. بيردي أخضر، روخو أحمر، بيرو ولكن معنى بيرو، كرو معنى دوغ. واليوم الدرس شوية 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 هناك سخونة. بيرو يعني دوغ، يعني شيان، يعني كلب. هكا دوس كولوريس طفت عندك كهرباء كنت معانا. بيرو تعني ولكن، تعني ولكن. ما بالنسبة لي سيبدو أي مشكل رايح هاد الجنة، بالنسبة لي سيبدو أي مشكل. إذن نرجع إلى الألوان. أماريجو بيردي روخو أصول تنطق كالأس نارنخا. لا داعي لأن أقول الألوان باللغة العربية لأنه يكون واضح على السبورة. نارنخا نقول نارنخا أو نقول أبسا ونقول أيضا نقول نارنخا ونقول ما رنخادة. رنخ أيضا تعني أورنج. برتقالة أيضا تعني برتقالة. رنخ برتقالة. رنخ روسا لا 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 عادي عادي. اللغة الإسبانية أخسامي عادية، اللغة الفرنسية تكتب أو الإنجليزية تكتب الكمبيوتر لتر في بداية أو اسم عالم كجميع كاللغة الإنجليزية. ليس هناك أي مشكلة. ليس كالألمانية، ليس كالألمانية. من هنا في الغرفة، من هنا في الغرفة يتكلم أربع لغات أو خمس. من هنا في الغرفة يتكلم أربع لغات أو ما فوق. شيماء، محمد، ثلاثة، نوران. ثلاثة اثنين بيقول لي أربعة، بيقول لي أربع لغات زي ملكاوي أهلاوي. هي مش لغة، مش لغة يا أحمد. أنت بتقول لي أربع لغات. بارك الله فيك. أوكي نرجع إلى الألوان إن شاء الله. على الموضوع
مش في الدرج، ليس هناك أي مشكل، ليس بس إن شاء الله اطرحي السؤال، إذا عرفت الجواب سوف أجيبك إن شاء الله وإياكم. نعم، نرجع إلى الدرس إن شاء الله، نرجع إلى الدرس إن شاء الله. أماريجو بيردي رخو عسول نارنخا، وقفنا عند الروسادو. الروسادو، الروسادو هاي الآية التي تكلمنا عنها في بداية كلمة الروسادو. الروسادو نجرو، نجرو هاي الآية الأخرى دون الآية التي تكلمنا عليها أيضا. مرون هنا تنطق يعني حركتان، مرون 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 مرون، جميع حركات تنطق. بلانكو 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 غريس مورادو اماريجو بيردي ازول نارانجا روسادو نيجرو مارون بلانكو غريس مورادو. أرجع إلى الصوت. كل واضح، كل مجموعة بالإي تنطق إس إس إس. مثال أثياس براس براسياس. عندما تكون مجموعة ب أ أو أو تنطق ك، تنطق ك، تنطق ك. أنا أتحني مجموعة الدرس أنا أرسل الحياة. يكون جمال، يكون جمال، يكون على ما وراء. الحمد لله. ننتقل إلى الأعداد. لوس نومبرس. ننتقل إلى الأعداد. los números los los números هناك ضمن هناك مشكل فيه. los números الأعداد. توقف الشاشة عندي. تكتبون في نفس الوقت. لو سمحت حتى نتاع لم مش فاهم ثاني. بالنسبة للثاء نطقها، قلت بأنه إذا كانت مجموعة بالأ تنطق، إذا كانت مجموعة بالأ تنطق ك. تمام. ك كاليداد جودة، كاليداد جودة مثلا. اوكي لقد كتبته، لقد كتبته. بالنسبة للخي غير يعني غير غير يعني ليست جنرال كما يقال. مثلا هنا
تشبع بكونسون كونسونانتي بالإسبانية الار تنطق غا مثلا إذا جاء بعدها إي تنطق خي هناك حالات سوف نعمل على نطق الكلمات ليس هناك أي مشكل بالنسبة للكلمات يعنيك ليس هناك أي مشكل بالنسبة لنطق الكلمات في اللغة الإسبانية ليس هناك أي مشكل نعم نعم صح صح استاستريستي صح كاكوكو إذا كانت مجموعة بأكو تنطق كا وغير هذه الكلمات تنطق س س نعم الآن مع الأعداد الآن مع الأعداد سوف ننهي الدرس ونناقش بصفة عامة ننهي الدرس ونناقش بصفة عامة إن شاء الله لأنه في الدرس يعني مجموعة من يعني الإخوان والأخوات متقدمين في اللغة الإسبانية على غرار الدرس الأول سوف نناقش بصفة عامة خارج الدرس إذن آخر مادة هي los números los números الأعداد مثلا هنا كيف تنطق س كيف تنطق نعم نعم رامي نعم ثرى 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 ليس زرى ليس سرى ان شاء الله ان شاء الله تعالى ان شاء الله الان ان شاء الله عندما انهي هذه الحصه في نهايه الحصه اطلب ما شئتم في الدروس في الدرس الاول او الدرس الثاني ننهي نوقف تسجيل اطلب ما شئتم los números los números الاعداد cero cero uno uno dos tres cuatro cuatro cinco una machetan son tak kamen cinco 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 ودي نطق صعب نطق هذه العربية لا لا قد كنت جميل سيس 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 نرى هذه ستة هذه ستة سيس 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 نعم 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 ما سيس 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 كما كتبت سهلا من طرف جوزيف كما تقيها بالعربية سيس 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 سيت سيت ما فهمش عليك يا أشرف ما فهمش ماذا قلت siete ocho 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 nueve nueve فونيتيك والله العظيم ما أفهم سؤالك سي
Los números. Los números. كتب كتبة بيتر ما فهمتش السؤال. صح ولا لا؟ Los números. صوتيات الحروف. أشرف كيري فونيتيكا. فونيتيكا أي هناك رابط على الفيسبوك أعطاه الأخ تريستي رائع جدا يعني بيتعلم فونيتيكا إن شاء الله. لا أنا عايز نتعلمها. نحن الآن في درس الفونيتيكا يعني ثارة كيف تنطق الحروف يعني حركة الحروف إن شاء الله. هناك على الفيسبوك في صفحة الفيسبوك باللغة الإسبانية يعني رابط الفونيتيكا للتلاتة. ثارة أولى دوس تريس كواترا سينكو سيس سيت أوتشا نوري. الكل واضح ما نوري تنطق كالباء نوري. فهمتش محمد الميري محمد بن ماجي فهمتش الى تسعة عاوز عشر وحداش وعشر فهمتش عيب. انا بسألك انا حسألك حسألك بعد كده اعطي الرابط. هناك على صفحة الفيسبوك انا مش داخل الفيسبوك الان هناك على صفحة الفيسبوك حاولوا الدخول إلى صفحة الفيسبوك للغة الإسبانية والمشاركة إن شاء الله تكون صراحتكم إنما تحبون معرفته. الأمم تاني مش مشكل. هناك مسابقات أخت مريم على صفحة الفيسبوك. هناك أسئلة هناك تصويت بالنسبة للمجموعة من الأسئلة سوف تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للامتحان الدورة الأولى. سوف أعد وسوف نتكلم بصفة عامة على أسئلتكم. Los números. ثرة uno dos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. سوف أعد بصفة عامة ما تطرقنا له اليوم. اليوم تطرقنا إلى los meses del año. ماذا تعني los meses del año؟ حاولوا الجائزة هي ايه؟ الجائزة الأولى الجائزة يعني جائزة يعني الدورة الأولى هي جائزة ذهاب وإياب لمدة شهرين إن شاء الله لشخصين
إلى جزيرة كوندوغاما، لجزيرة كوندوغاما لشخصين. نعم، فين أنا؟ مش عارف فين الجزيرة دي، أنا مش عارف فين. أنا قلت لكم البرنامج لغري، أنا مش عارف. أوكي، خلاص. نسس ديري أنا مما أنا لو سمشي دلوني مما أنا فصول سنة شهور سنة مسس انتي بتقولوا ايه؟ لوس مسس لوس مسس لوس مسس شهور شهور. من يعطي الشهر؟ الشهر الشهر الرابع الشهر الرابع شهر أربعة شهر الرابع الشهر الرابع. أبريل الشهر الأخير الشهر الأخير. أوكي ممكن 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 الشهر الأخير في السنة والشهر الأخير الشهر الأخير ديسمبر. واو ديسمبر لا نوفمبر قبل ديسمبر. ديسمبر نعم. وإذا أردنا أن نقول فصول السنة، إذا أردنا أن نقول فصول السنة باللغة الإسبانية سوف نقول مستوى اليوم رائع، مستوى اليوم رائع. Las estaciones del año، حاولوا كتابة اني، حاولوا كتابة اني، سوف أعطيكم يعني كيف كتابة كيف اني. لا تكتب لا تكتب تكتب انتم مش عندكم يعني مفاتيح اللغة الإسبانية هاي يعني. نعم رحاب الو الو وني سبينش كيبي هناك. نعم شكرا لحاب شكرا لحاب. ادخلوا لهذا الرابع. انا هاعطيكم ان شاء الله انا كيف كتابتها في الكيبورد العادي. اجل تطرقنا ايضا الى يعني فصل الخريف فصل الخريف فصل الخريف مو فصل الخريف فصل الخريف انيو عام انيو عام اكشو اكشو كزنا من عربي اليوم تشاهد من يريد البقاء. انا انتظر اسئلتكم. من يريد البقاء فليبقى. اوتونيو ال اوتونيو ثلاث أسئلة ثلاث أسئلة طريت وي ثلاث أسئلة كلها ثلاث أسئلة كلها كلها ولا. أوكي أنا أتونيو. أوكي دبوا الأسئلة ديالكم اللي بغي يعطيكي سؤال مرحبا جاوبوا السؤال السهل. ازاي حضرتك تعلمت اسباني؟ السؤال خطا السؤال خطا مره شوي سؤال خطا سؤال خطا. ازاي حضرتك تعلمت اسباني؟ سؤال خطا. انا مش معلم اسباني انا مش معلم اسباني. اللغه مش تتعلم في سنه او سنتين او ثلاثه او اربعه
هي اللغة مع الحياة الإنسان. نعم، بصفة عامة، نصيحة، نصيحة بصفة عامة. أوكي، دري شوي، سوف أعطي نصيحة بصفة عامة. اللغة سوف أجيبك إن شاء الله. دري شوي، أنت تسمعني. ممكن سوف أعي. أي المرحلة للغة لقد بالنسبة للتسجيل يمكن يكون فريق تسجيل قد انتهينا الحصة، لقد انتهت الحصة، مشكورين. أول مرحلة للغة، أي لغة، يعني أي لغة تريد يعني تعلمها يجب الاستماع لمدة طويلة، الاستماع يوميا، كل ساعة، كل دقيقة، كل ثانية، الاستماع يوميا، استماع، التعود على اللغة. ادفانتج ديال السنين هو كتعود على اللغة، تتعود. الطفل الصغير مثلا، اي طفل صغير مولود مثلا في مصر إذا ذهب إلى بلد آخر سوف ينطق مثلا، إلى أمريكا سوف ينطق الإنجليزية، يعني يتعود اللغة الإنجليزية، يسمعها مثلا. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي المشاهدة. المشاهدة، هناك السمع وعدم فهم. احنا نسمع بدون فهم، احنا مش بدنا نفهم حاجة، نسمع على غير. وبعد عند اشباع السمع، المرحلة الثانية هو السمع والمشاهدة، يعني مثلا تيفي. هناك مجموعة من الروابط، هناك مثلا يعني التلفزة، وخصوصا قنوات على كارتونز، قنوات أطفال صغار، برامج الأطفال الصغار، ننسج ونشاهد. مثلا وبعد ذلك نعمل على بداية قراءة اللغة. تعودنا على اللغة، معها المرحلة الثالثة قراءة اللغة الأبجدية كما نقرأ الآن، قراءة مع السمع، قراءة مع المشاهدة. إذا تسمع مثلا غراثيا 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 شبحت دو، مثلا هذه هذا هو بصفة عامة يعني كيفية تعليم اللغة بصفة عامة. جوزيف، las estaciones del من طلب مني إعادة هناك من قال لي وسميسيس، لا الأبجدية. أوكي، سوف أعيدها. شكرا عبد الحميد. A, B, C, C, D, A. سوف لحظة. المشاهدات يا. A, B, C, C, D,
بس قد انتهى لأنه في الدربي شلاغي ا اف خ اتش اي خ ك ان اي ام ان ن او ت ق ر s t u w x y z. الدرس الأول على اليوتيوب، يعني هناك درس على اليوتيوب إذا أردت يعني مشاهدته إن شاء الله. هناك سؤال خارج النطق، لأن مثلا الدرس الأول، هناك الدرس الأول على اليوتيوب، استغل الفرصة. لا مخال مخال لا مخال خصوصا los meses del año enero febrero marzo abril mayo junio septiembre octubre noviembre diciembre o son las estaciones del año la primavera el otoño el verano el invierno ازاي نطور نفسنا بين الدروس؟ سؤال جيد. دريت شوي الاغلبية مش بيدخلوا الفيسبوك، لان هناك مسابقة. انا سونا بريغونتا ماس ديفيسيو بوكو ترى este nivel. Tenemos que entrar en la gramática, tenemos que abrir un... ¿Entiendes? كيف نقول أحدين كيف حالك؟ صفة عامة. أصعب أصعب شوية من أين وسؤال مش سهل وسؤال في حد ذاته مجموعة من الدروس يعني لا جراماتيكا سوخيتو يعني تدرسين اللغة الإسبانية، لأن طريقة إلقاء السؤال يعني أكاديمية التي تدرسين فيها يعني عنده مستوى جيد، لأن لا جراماتيكا لقراءة لا جراماتيكا لوحدها يعني شيء بارع وبارع جدا. في النت تعود شوية تقرأ لا جراماتيكا، أما عندما تتكلم عن الجملة وعلى الصرف وعلى يعني سياقة مثلا كالسياقة. سؤال آخر. بالنسبة للدورات في برنامج الدورات، بالنسبة لسؤال برنامج الدورات، بالنسبة للدورة الأولى يعني المستوى الأول، سوف تكون هناك سلسلة أولى وسلسلة ثانية في نفس المستوى، سوف يكون سلسلة أولى وسلسلة ثانية. هل فهمتم ما أقول؟ السلسلة الأولى بسيطة وبسيطة جدا كالدروس عادية، آداب إلى آخره. أساسيات بسيطة وبسيطة جدا. ننهي السلسلة الأولى في نفس المستوى. عندما نفهم المستوى بعد السلسلة الأولى، كيف تقدم الامتحانات؟ سوف يأتي عندك شخص إلى المنزل، سوف تعطينا مكان إقامة، سوف يأتي عندك شخص إلى المنزل ليسألك أسئلة،
واحد واذا جاوبت سوف يعطيك دبلوم، نعم سوف تعطينا منطقة والعنوان والكل. لا مش انا، مش انا هياتي، انا هناك الدعم الفني يعني الناس المسؤولين عن البرنامج، وحياتيك يقول لك اسباني مصدير زر سيمانا، انت حتقول لي انت مين انت؟ لا تسقط تسقط، انت مش هم تسأل، هو اللي بيسأل يقول لك مرحبا. اوكي، بعد نهاية السلسلة الأولى، بعد نهاية السلسلة الأولى سيكون هناك امتحان يعني كتابي وامتحان شفوي، سوف نأخذ اللاقيط وسوف نشارك على السبورة، وسوف يكون امتحان آخر على الفيسبوك، ولكن بسرعة مثلا بسرعة، ان سوف تقول لي سوف نستعين بجوجل الى اخره. لا انا اعرف المستوى الان، بدات اعرف المستوى، ولكن ما تغير الاسماء. اعرف مثلا تريستي تكلمت معه في الفيسبوك، مريم وتكرام، اعرف جوزيف، اعرف اسامه، اعرف ياسين، اعرف مجموعه من 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 اعرف مريم، اعرف مجموعه من الاشخاص شاركوا في أنا أشاركه في الفيسبوك، مجموعة من الأشخاص، رجوي أوسي تامبيان، أنا عاوز حضرتك تشكر اسم ذا مجموعة رجوي. كان عندك كنت تكتب اللون لون آخر في الحصة الأولى ليس بهذا اللون، وكنت تكتب لي أسئلة، وكنت تكتب لي أسئلة على خارج الدرس، يقول لي أنت بتحب الرياضة، أنت عاوز. أوكي، من آخر تنطينه أنت أسامة، أنا سعيد من المغرب بسألك على الفيسبوك. لا عارف 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 مريم، قلت أنا عارف مريم ماربي، لقد سألتني عن التفات العام، لأن السؤال صعب بعض الشيء. بونس بونس جوزيف جوزيف، تعال تعال تعال، نقول بونس نوتشيس، بونس نوتشيس، لا نوتشي، لا نوتشي، لا نوتشي. عندما نقول نوتشيسيموس يجب أن نقول غراسياس بعدها. كلك تعب الآن. أوكي، سؤال آخر. يجب تغيير الأسماء إن شاء الله. على الفيسبوك سعيد جيسك. على الفيسبوك. هناك سؤال آخر، هناك اقتراح، هذا الرابط بتاع الفيسبوك، حاول إضافة الرابط إن شاء الله. تريس يعني حزين، انتهت الأسئلة، بعدين قولوا لي مش فاهمين الدرس الأول. هناك أفلام بالإسباني مترجمة، ولا أنصحك بترجمة الأفلام. هناك نكش نكش عفوا بعض. الحصة الآتية أستاذ إسماعيل يوم الجمعة، ماذا نفعل؟ ما تفعلوش حاجة، ثم راجعوا الدرس الأول والثاني والآخر. خالص خالص ماشي في العروش عايش كنا باش. انا لسه
باسم بي وباسماعيل ميسر هناك لا. سؤال آخر، من الذي اقترع؟ من لم يعجبه شيء، من يريد زيادة شيء، ليس هناك أي مشكل. جايبشو جايبشو هل ممكن بسرعة تعلم اللغة؟ تعلم اللغة أو تعلم اللغة؟ تعلم أو تعلم؟ من عايز يتعلمين اللغة؟ اليوم أربعاء، أعمل أنا يوم أربعاء وأنت يوم. كيف إدخال المبادئ؟ كيف إدخال الإسلام إلى الإسلام؟ بتحضنه وسامة بتحضنه ويقول له ادخل الإسلام. جزاك الله ألف خيرا، ادخل الإسلام حلو، قول الشهادة، لقنوا الشهادة. إلى الله سبحانه وتعالى سوف إن شاء الله سوف يساعدك على هذه النية. الشهادة ليس، لا نقول الشهادة بالإسباني، الشهادة هي بالعربية. عندما يكون شخص يدخل إلى الإسلام يجب عليه أن إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مرام عامر إن شاء الله إحنا نشوف المسؤول إن شاء الله ونعمل ثلاث حصص. أما الآن امتحانات، لك امتحانات. لما نقول مثلا أنا أرى كيف نوكي الفعل، هذا ربي إبراهيم، هذا درس متقدم سوف ندخل في الأفعال وكيفية. نعم جو يا أنا. وبالنسبة لبير أنه الريبولو فيرب، سنبربو الريبولار، سنبربو الريبولار. أقول بير ليلة سعيدة، غدا أحمد، ليلة سعيدة، بونس نوتشيز. أقول بونس دياز، صباح الخير، مساء الخير، بونس نوتشيز، تصبح على خير أو مساء الخير. ونقول بعد الظهر سوف أكتبه على الصف. نقول بونس دياز، لحظة، نقول بونس دياز صباح الخير، بونس تارديس، بونس نوتشيز. بونس دياز، شوف أشرح، شوف التكست اللي ما شاهد التكست، شوف أشرح. بونس دياز صباح الخير، بونس دياز صباح الخير، بونس تارديس نقوله بعد الساعة 10 ونقوله في المساء السادسة. تمام، يمكننا قولها مع الثامنة أو التاسعة، ليس هناك مشكل. وفي الليل نقول بونس نوتشيز. إذا شرح شرح هذا، نقول دي لا تردي، لا تردي، عفنون عفنون، لا نطشي، إذنون.
ميت الليلة رجع إلى الشات. هل هناك أي سؤال بخصوص هذا بخصوص هذا الشرح؟ شو أنا بعد عندي في الأخير شو حاضر خارج الدرس؟ هل هناك أي سؤال؟ تكتبون بنفس الشخص؟ ليس هذا سؤال قرر جميع ليس هذا سؤال جزاكم الله خير طوال التاسع ولا es la manera de nuestra profeta يمكنك كتابته على الشكل الآتي: أي solo un Dios. أي solo un Dios. هناك إله واحد. Nuestro. Nuestro. Profeta. Es Mohammed. El profeta. Nuestro profeta es Mohammed. يعني الرسول رسول الله هو رسول الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. رسولنا نعم. هناك أي سؤال؟ هيشتغل معنا في الأهلي؟ في الأهلي؟ لا من الزميل أشوف عليك هيشتغل معنا في الأهلي؟ لا من الزمالك تغادر أهله مش فاهم عليك أبدا بالطريقة بهذا الشيء مش أهلي ليس أهلي لا مش فاهم السؤال أنا عملت أهلي لأني مش فاهم السؤال يشتغل معانا مثلا مش فاهم عرفت انا مش قلت حاجة في الدين ما ترجمت الرسول عليه الصلاة والسلام اهلا لا اهلا لم اهلا مش عارف موجود بمصر أنا بشتغل الآن مع كبير عرين أنا هدفي هو تعليم اللغة الإسبانية كل ما أعرفه بخصوص اللغة الإسبانية سوف أعلمه لإخوتي وأخواتي في جميع أقل إخوان العرب هذا هو ما أود فعله وإياكم بصفة عامة هناك سؤال بالنسبة للصفحة على الفيسبوك هذا سؤال آخر أسامة نحن إسبانيا ليس درس المسيحيين واليهود صفحتنا على الفيسبوك حول الدخول إليها طرح أسئلتكم حول يعني اقتراحاتكم وكل شيء إن شاء الله أوكي موعدنا يوم الجمعة إن شاء الله أكتب كلمة كيفو تويتر
أي كلمة يحفظها. تتكلم مع شخص آخر. فيسبوك يعني كل يوم، فحك فيسبوك كل يوم. حاولوا استفادة، حاولوا استفادة على الفيسبوك، حاولوا استفادة. موعد إن شاء الله يوم الجمعة، موعدنا يوم الجمعة إن شاء الله. أعمل روابط بتاع الأكاديمية. أنا بعد طالب. مرحبا مرحبا. أنا أبيلك هذا الحاضر. مرحبا. ماذا تعني هذا الطلب؟ إيش ماذا تعني؟ أوكي مريم، تعني لابيست لوحدها. لابيست ماذا تعني لوحدها؟ لابيست ماذا تعني؟ الرؤية. إذن هاستا لابيست أراك سيولو سيولو أراك لاحقا. نعم، مو السؤال مريم؟ سيولو سي سؤال يعني ملابس ولا فستان. بستيروس، بستيروس بصفة عامة يعني ملابس، وبستيلو فستان. بستيلو فستان، بستيلو أو تراخي. فستان أيضا هو كتيبة ويقال له تراخي، ويقال له تراخي. للرجل، للرجل بدلة الرجل كمان. أمين وإياك. بستيد الملابس، ملابس كل ملبس يسمى بستيدة، كل ملبس يسمى بستيدة. بس بستيدة ملابس. اوكي، موعدنا يوم الجمعة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبق التحيات الثاني، تحيات ايه محمد لك؟ تحيات ايه؟ اي تحية. بوينوس دياس، بوينوس دياس محمد. نقول بوينوس دياس إن شاء الله، إن شاء الله. Buenos días، Buenos días، Buenas noches، perdón، Buenas tardes y Buenas noches. Buenos días، Buenas tardes، Buenas noches. Buenos días، Buenas tardes، Buenas noches. جميل محمد، جميل. Buenas noches a todos. ¿Cómo está ahí? Buenas noches a todos. ¿Cómo está ahí a todos? Buenas noches, Arf. No, ¿cómo está ahí a todos? ¿Cómo está ahí? Bien, a todos. Bien, el jamie. ¿Cómo está ahí? El jamie. El jamie. تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا يوم الجمعة.